مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. في هذه الحلقة أستضيف في الاستوديو رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة نداء الوطن الأستاذ منير يونس. أهلا وسهلا فيك. في حدث طرأ علينا جميعا وسبب حالي من الهلع، فبالتالي رح تكون الحلقة شوي منوعة. الله يسلمك والله يسلم الجميع. طبعا كارثة تفاديناها جميعا، على أمل يعني المصاب الذي حصل في تركيا وفي سوريا لا يحصل في لبنان. ولكن رح استغل طبعا نحن استضافتك دائما تتحدث عن كوارث اقتصادية ومالية، ولكن هالمرة هناك كارثة طبيعية. رح استغل وجودك معنا للحديث عن الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا سيكون ضيفنا في هذه الحلقة رئيس تحرير مجلة علم وعالم الأستاذ مجدي سعد. أهلا وسهلا فيك أستاذ مجدي. أهلا فيك بضيفك الكريم. بدك تسمح لي أستاذ مجدي يعني ارجع بالتاريخ شوي لورا، لتحديدا من 11 سنة. هناك تقرير أو تحقيق أعده الزميل رياض قبيسي، طبعا لو ما تطلع عليه حضرتك كنت ضيف موجود فيه، رح تتفاجأ أول شيء بكيف ما تغير شيء من يعني الفترة اللي أعد فيها هذا التحقيق حتى يومنا هذا. وأيضا يعني رح يكون فرصة لنسأل ما الذي تم تحقيقه أو تفاديه خلال كل هذه الفترة لكي لا يصيب لبنان أي كارثة شبيهة من النوع. رح نحضر التقرير سوا، التحقيق من إعداد الزميل رياض قبيسي، اسمه تحقيق الزلزال ومدته 10 دقائق. منتابعه سوا ونرجع نسألك أسئلة، وأيضا منتابع يعني نستكمل الحوار مع الأستاذ منير يونس. اهتزت الأرض في لبنان. يوما ما عام 551 ابتلعت الأرض صخورها وسويت الأبنية بالأرض. يوما ما مدينة بكمالها دمرت، ثم جاء البحر ليجرفها إلى التاريخ. يوما ما قد يعود يوما ما. لبنان بلد مساحته صغيرة، ولبلد مساحته صغيرة يكون عنده 4 فوالق رئيسية مثل فالق جبل لبنان بالبحر اللي بيبعد تقريباً 6 كيلومترات عن الساحل، وفالق اليموني وفالق سرغايا، وعندك فالق روم المتفرع اللي بيمرق كمان بالساحل ببيروت. فإذن في فوالق كتير لبلد صغير. هلأ السؤال، إذا الدراسات العلمية عم بتقول إنه أحد هذه الفوالق على سبيل المثال فالق جبل لبنان قد يتحرك خلال 100 عام اللي نحن فيهن هلأ وصار زلزال، هل نحن مستعدين نواجه هذا الزلزال؟ دراسة قامت بها جامعة ساوثهامبتون مع العالم اللبناني عطلياس بتقول إنه لازم نستعد لأنه نحن معرضين لزلزال. عطلياس هو العالم والأستاذ المحاضر في الجيوفيزياء، وكان قد شارك مع المعهد الوطني للبحوث العلمية ومعهد فيزياء الأرض في باريس في أكثر من دراسة أجريت على الفوالق التي تمر في لبنان. ولعل أبرز هذه الدراسات تلك التي اكتشفت الفالق البحري الممتد من طرابلس إلى بيروت، وأدى عام 551 إلى غرق طرابلس ودمار بيروت. ولكن القصة ليست هنا، بل في النتائج التي جاءت بها تحاليل الفرق العلمية. وجدنا أنه تقريباً بين الهزة والتانية اللي كانوا يرفعوا جبل لبنان خلال آخر سنين كان عندنا كل 1500-1750 هزة. هذا الاكتشاف شيء معروف بالعالم أنه الهزات بتتوارد على الفوالق الكبيرة، بتتوارد بفترات معينة، كل بدي زمنية معينة. في بعض الفوالق بتتوارد عليها أسرع مثل بتركيا أو بكاليفورنيا، في بعض المنطارح لا بتتوارد عليها بكل ميات السنين مثل عندنا نحن. فعندنا بين 1500-1750 سنة مجال لتردد الهزات. هالشي ما بيعني أنه كل ما طبقت 1700 أو 1500 سنة حترجع تعيد الهزة. أحيان لأسباب بعد مجهولة ما بنعرف تحدث قبل 1500، أحيان تحدث بعد. إلا أن ما يتوقعه الياس لا يستقيم مع ألكسندر سورسوك رئيس مركز بحنس لرصد الزلازل. فسورسوك وإن كان لا يخفي وقوع زلزال تسونامي منتصف الألفية الأولى، فهو لا يرى في التاريخ المدون ما يمكن الاعتماد عليه لاعتماد نظرية توارد الهزات في لبنان.
انه اسكان مدنيه كبير، انه اخر هزه بالمنطقه الساحليه يلي عملت مفعول كبير هي ويلي عملت موج بالبحر هي تبع ال 551، ما عندنا غيرها. وهي هذه اللي لقيتوها، ما عندنا غيرها بالتاريخ. وها هي اللي لقيتوها، يعني تاريخ فينيقيا يلي هو 4000 سنه. ما في شيء قبل منا، ما في شيء بدنا، بعدنا عم نعمل ستاتستيك خلال هال 4000 سنه الاخرانيين بهزه واحده ها حصلت من 1500 سنه. معناتها انه رح تراجع دوريا كل 1500 سنه، هيدا ما له معنى. وبالتالي على اي اساس عم يتم الحديث عن 1500 سنه؟ على هيدا في فوالق بالبحر ما كنا شايفينها اكتشفناها، وعلى الشط اللبناني في عنا اثر لتحرك الفوالق. هذا الاثر هو شطوط قديمه كان عايش عليها انواع من الصدف، كل ما كانت تصير الهزة هالشطوط تنرفع وتصير بعيدة عن مستوى الماء. فاللي بنعمله انه بنروح بناخد الصدف مثل هالحجرة اللي قدامكم، بناخد الصدف الموجودة على كذا ارتفاع، منقيس عمر هون بصير نعرف كل قدي عم بتوارد الهزة. الياس الذي عاد ونشر خلاصات الدراسة في أطروحته التي نشرتها كل من مجلتي نيتشر وجيولوجي المتخصصتان، يستغرب تنصل البعض من نظرية توارد الهزات في لبنان وبالتالي احتمال وقوعها في أي يوم خلال 200 عام المقبلة، خصوصا أن هذا البعض كان قد وقع على الدراسة ونتائجها، وليس هذا البعض سوى رئيس مركز بحنس ألكسندر سوسوك. ليش عبي ينكروا هلا؟ أنا بس بتأسف وبستغرب، ما بعرف. على كل الأحوال حيالة شخص بينكر الحقيقة العلمية على البلد، أنا بحس إنه هيدا عنده مسؤولية كبيرة تجاه العالم. سواء تحرك الفالق البحري أم لم يتحرك، الأكيد أن لبنان بلد دخل في دائرة الخطر الزلزالي. ولعل ما قاله كبير علماء الجيوفيزياء في لبنان وفرنسا بول تابونيه خير دليل. فالرجل الذي قررت وسائل الإعلام اللبنانية في عناوينها أن تنقل عنه استبعاده حصول زلزال كبير قبل قرن أو قرنين، كان قد قال فعلا في معرض تكريمه من معهد البحوث العلمية أنه لو استيقظ غدا وعلم أنه هنالك كارثة في لبنان فلن يتفاجأ. أغلب العلماء اللي هني بيجاوبوا على هذا السؤال بيقولوا يجب أن نكون مستعدين، ما حدا منهم ينفي، بيقولوا لك يجب أن نكون مستعدين. الزلزال واقع بس ما بيعرفوا أمتين. جواب نعم، طبنك هيك ما مطبنك أنه بفي هزات كبيرة بمنطقة لبنان. لبنان مثل ما قلت جبل ناتج عن حركة الزلازل الكبيرة الموجود على بين صفيحتين مثل سوريا مثل فلسطين والأردن. بس هون فينا نزيد شغلي، عندنا جبل وهالجبل قريب كتير للبحر، الجبل عم بيطلع من البحر، بعده عم بيطلع من البحر لحديت اليوم بحركة الزلازل. كل زلزال بعلي لك إيه شوي، طلع بجبال لبنان إذا طلعتها في اللغة أو عصنين بتشوف صخور عليهم سمك، الحفريات السمك يعني. قالوا وين كانوا؟ كانوا بالبحر. طيب شو اللي رفعهم لفوق؟ اللي رفعهم هو هذا الفالق اللي كل 1500 سنة بيدفش لبنان صعوداً. طيب خدها عن 250-300 مليون سنة ضل يدفش لصارت هالجبال اللي شايفها انت قدامك. هذا البحر كان، هذا الجبل كانت كلها بالبحر. في مفهوم الجيوفيزياء يعيش لبنان فوق صفيحتين تكتونيتين، الصفيحة الأولى هي الصفيحة الأفريقية وتشكل الساحل اللبناني وسلسلة جبال لبنان الغربية وهي تتحرك شمالا، أما الصفيحة الثانية فهي العربية وتشكل البقاع اللبناني والسلسلة الشرقية وهي تتحرك أيضا شمالا ولكن بوتيرة أسرع من الأفريقية. أما الحد الفاصل بين الصفيحتين فهو فالق اليموني، ولكنه ليس الفالق الوحيد في لبنان، فعلى الصفيحة العربية هنالك فالق قرشية سرغاية، وعلى الصفيحة الإفريقية هنالك فالق روم وأيضا الفالق البحري، وكل حركة على هذه الفوالق تؤدي إلى هزة أرضية، وكل حركة كبيرة تؤدي إلى هزة كبيرة.
أي فيلق رح يعمل مفعول، هالحركة عم تتقسم يما عم تتعمل كونسنتراسيون عم تتجمع على فيلق غير الفيلق الأساسي، يما فيلق البحر يما فيلق الشرق. هالإشياء صعبة كتير. هلأ لحد هلأ صرنا حاكين عن الفيلق اللي بالبحر و 1500 إلى 1950 سنة، بس كمان عملنا دراسات على فيلق اليموني اللي هو نص البلد، وكمان طلعنا بنتائج جديدة كل قديش بيصير في عليها هزة، اللي هي بحدود 1000 سنة، بين 800 إلى 1200 سنة. من 800 سنة. من حسن الحظ ومن سوءه أيضاً يعيش لبنان فوق صفيحتين متحركتين. حسن الحظ أخرج هذه الجبال من البحار، سوء الحظ فقد يحيل كل بناء على هذه الجبال إلى خراب. هل هو فعلاً سوء الحظ أم سوء التدبير؟ الجبل كان مبسوطين نحن ساكنين فيه، عارفين انه في هزات ارضيه وبعدنا قاعدين فيه، يلي قاعدين بنابل عارفين انه فوق راسهم فيزوف، يلي قاعدين بسيراكوز عارفين انه فوق راسهم الاتنا، يلي قاعدين بسان فرانسيسكو عارفين انه سان اندرياس فولت حدهم. بس السؤال، هل نستطيع ان نحسم كيف نتعامل مع هذا الزلزال او هذا البركان او اي ظاهره طبيعيه اذا صارت؟ هون السؤال، هل نحن مستعدين؟ طيب اذا مش مستعدين كيف نصير مستعدين؟ أربع مرات انقلبت بيروت رأساً على عقب، ولم تخرج من تحت التراب إلا آثاراً، تترك آثاراً لما ستؤول إليه الأمور في المرات الخامسة. مرة خامسة زلزالها يلوح في الأفق، ولكن نتائجه ليست حتمية. صحيح، ما في شيء بيحتم أنه بس تصير الهزة الأرضية الكبيرة لقوة كبيرة أنه يصير كارثة بالبلد، ما في شيء بيحتم أبداً. في مثل ما حضرتك قلت، إذا البلد تاني تصير نفس الهزة عدد الضحايا بيكون أقل. فينا نقارن بين الهزات الأول اللي بتصير باليابان أو بكاليفورنيا وبيروح ضحيتها يمكن عشرات القتلى، بالوقت اللي بيروحوا مئات الألاف إن كان بهايتي بهزة قوتها 7 أو بإيران بهزة قوتها 5.5. إذن هو ليس اختباراً إلهياً، وإنما سوء تدبير إنساني يؤدي إلى نتائج كارثية، وبديهيات الاستعداد للكوارث تبدأ بتشكيل هيئة لمواجهة الكوارث. بعد كل ما قيل وبعد كل حالات الهلع التي انتابت اللبنانيين من جراء هزات خفيفة، هل من أمل في المواجهة؟ لبنان نحن بنعرف الخطر، نحن صرنا بنعرف الخطر، فنحن بكل هالمرحلة الإعداد لمواجهة الهزة يمكن نحن 5% معمول منها أو 10% تكون كثير متسامح، واللي هي معرفة الخطر، الباقي تحضير وتحضير البلد لمقاومة الكارثة، هذا بعد ما في شيء معمول منه، وهذا واجب قومي وطني أخلاقي ديني اللي بدك إياه، سميه باللي بدك إياه، هذا واجب. لأن أنت بتعرف فيك تنقذ مئات آلاف اللبنانيين من الموت المحتم بسبب هيك زلزال وما بتعمل هذا الشيء، فإذا أنت مجرم. حتى لا يصبح الزلزال المدمر مدمراً، نحن بحاجة ماسة إلى تدعيم خبراتنا العلمية والأكاديمية، وبحاجة إلى تحديث أجهزتنا، وبحاجة إلى تدعيم عمراننا، وبحاجة إلى التدقيق في مواصفاته الهندسية، وبحاجة إلى تطبيق القوانين. ولكن قبل كل ذلك، ماذا لو وقع الزلزال غداً؟ كان الله في عوننا. رياض بيسي، قناة الجديد. لو وقعت في لبنان غدا الزلزال على مقياس 7 تقضي على الموقع، كيف سيكون الحال؟ يعني أنا بعتقد رح تتم مجابهته كما تمت مجابهة كارثة الطائرة الإثيوبية.
أولا إشارة أنه عرض هذا التقرير الذي يعود تاريخه إلى العام 2011 ليس الهدف منه هو خلق حالة من الهلع لدى اللبنانيين، هو ربما حالة لي يعني عرضه الهدف منه التحذير. هالمرة مركز هذا الزلزال كان في تركيا وأصبنا بارتداداته، وطبعا الكارثة الأكبر كانت في تركيا وكانت في سوريا، ولكن على الرغم من ذلك يعني شهدنا أقل ما يقال يعني صدمة صعب جدا أن يخرج منها اللبنانيين، ولكن هذا التحقيق هو تحذير ربما. وللسؤال أنه في حال تعرضنا، طبعا حنسأل الأستاذ مجدي سعد في هذه المقابلة عن إمكانية حصول ذلك، هل هناك سبل للوقاية من هذه الكارثة؟ يعطيك العافية مجددا أستاذ مجدي. أهلا. سؤال الأول، يعني اليوم لما عم ترجع تحضر هذا التحقيق اللي كنت حضرتك ضيف فيه من حوالي 12 سنة، شو الفكرة الأولى اللي بتتوارد على ذهنك غير أنه رياض قبيسي فقد كل شعراته؟ أنا بدي حي رياض، بدي حيك أستاذ آدم، لأنه هذا الموضوع يمكن هو أكثر موضوع حيوي للشعب اللبناني. عم تسألني شو بيتوارد لخاطري أو شو دغري بفكر بشي لما اتذكر هذا التقرير من 11 سنة والواقع اللي نحن فيه اليوم. بتذكر جملة الوحدة دايما بيقولوها علماء جيولوجيا، لا نستطيع توقع الزلازل، حتى صارت مثل على طول منكررها وكأنه في نوع من تهرب. خي ما بدنا نناقش بالموضوع، خلاص ما فينا أتوقع الزلازل. طيب بعد 11 سنة تجي بتفوت على مختبر لوس ألامس في أمريكا، بتلاقيهم قريبا سنتوقع الزلازل لأننا نجحنا في المختبر ببرامج المحاكاة، استطاع الذكاء الاصطناعي وبرنامج تعلم الآلة ماشين ليرنينج أن يتوقع الزلازل بنجاح في ظروف مختبرية، والآن ننتقل إلى تجربته على أرض الواقع. طيب إذا بيقدروا يعني يكون عندهم هذا التفاؤل، خلينا نسمح لحالنا نتفائل مثلهم. نجي نقول في عندكم مجموعة من العلماء اللبنانيين، ومن بينهم دكتور شارل عشي اللي كان مدير جي بي ال سابقا، يعني حوالي 9000 عالم ومهندس بيشتغلوا كانوا تحت إيده، وكان مسؤول عن إرسال المركبات إلى الكواكب. هو ودكتورين تانيين لبنانيين كمان بجامعات مرموقة اجوا قالوا الدولة اللبنانية احنا فينا نقدم خبراتنا. طيب حكوا معهم شوفوا شو بده لبنان، بده مركز، يعني ما لح استخدم كلمة متطور وفائق التطور، مركز بسيط فيه 4-5 علم كل واحد بيعرف شغلته، وعندهم هالمركز الثاني الماشين ليرنينج اللي بتصرفهم، وبنقعد بنصير نجمع بيانات عن من الفوالق الزلزالية إن كان بالبحر ولا إن كان بسهل البقاع. وسبق والدكتور عطى الياس بأكثر من مقابلة تلفزيونية كنت أطلب منه لو سمحت شرح للناس وللمذيع وللبروديوسر والدنيا كلها شو هي الأجهزة اللي بدك إياها. وقتها كان يحكي عن أنواع مختلفة من الأجهزة، هلأ ما رح نفوت الجمهور بتفاصيل تقنية. هاي الأجهزة بتقدم بيانات معلومات يفيد تفوتها على برنامج الذكاء الاصطناعي، بتبلش تعمل نماذج معينة تتوصل تقول والله أنا صار في عندي مثل ما عم بيقولوا في لوس ألامس عندي قدرة أتوقع على الأقل لأسبوع لقدام، يمكن ما قال لك في زلزال بس يمكن لك بزيد زايد الخطر شوي، فعلى أقل يعني أقل الإيمان أنه بيجي بستنكر قدرات الدفاع المدني تبعي والجيش والقوى الأمنية، بنبه الناس وبعطي خيار. يعني اليوم لما أنا عندي قدرة اني اتوقع خطر بيجي بتطلع بشعبي بقول له يمكن انا كدولة مش قادر ساعدك تعمل دعامات لتغير هندسة بيتك وتدعم بيتك للزلازل، بس انا عم اقول لك انه انت عندك خيار. يمكن في ناس بيقدروا يعملوا. هلا تسألني شو الشيء الانساني اللي لازم يصير؟ الشيء الانساني اللي لازم يصير اول ما يطلع المال من الغاز والنفط لازم نعطل الشعب اللبناني يحسن المباني تبعه وبيوته، إلا إذا بدكم يوم من الأيام يصير زلزال ويكون مدمر مثل زلازل الماضي مع الكثافة السكانية الهائلة الموجودة اليوم في لبنان. ومنوعة على يعني كلمة مصيبة ما بتكفي ولا كارثة بتكفي،
فإذا بتقلي شو لازم نعمل، بتمنى إذا في حدا من المسؤولين عم يسمعنا هلأ، عندكم مجموعة علماء لبنانيين فيكم تتصلوا فيهم، فيكم تعملوا مركز. قبل ما أسألك شو لازم نعمل أستاذ مجدي، بدي أسألك يعني حضرتك رجل علم، السؤال يعني الطبيعي اللي عم تورد على ذهن كتير من اللبنانيين، أنه نحن هل عنا الحد الأدنى من المقومات أو من الوسائل لمعرفة إذا في إمكانية لحصول كارثة؟ يعني اللي صار مبارح هو صدمة لشك وخلق حالة من الرعب عند اللبنانيين، ولكن لا يمكن تصنيفه على أنه كارثة بالمقارنة مع شو عم بيصير بتركيا وبسوريا. هل نحن بنملك المقومات الأدنى لمعرفة إمكانية حصول كارثة من هالنوع؟ أنا ما رح جاوب عنه بمركز بحمس، يعني هني فيهم يجي يقولوا لك إيه منعرف لا ما منعرف، بس أنا فيني جاوب كمواطن عادي إنه على طول كنت أسمع بوسائل الإعلام الموتو اللي بيرددوه دايما لا نستطيع توقع الزلازل، مش صحيح. في يعني في مساعي لتوقع الزلازل، أنت بدك تحط حالك بنقطة مش مكلفة، يعني ما رح تجي تكلف الدولة اللبنانية الميزانية الكبيرة انك تمشي بمسار يسمح لك تيجي تقول بعد 10 سنين من اليوم، يعني خليني امشي معك، لو من 11 سنه عمل هذا المركز وفي عنده هالقدرات كان بيقدر اليوم يعطيك جواب مختلف عن الجواب اللي بتسمعه هلا، لانه في معطيات. طيب روح احكي مع عطلياس هذا العالم اللبناني الفذ اللي اكتشف فارق جبل وسمعته شو من شو عم يشكي من 11 سنه، روح اساله اليوم شو بدنا ليصير في يعني تنصير مثل مستوى مختبر لوس آلامس ولا غيره من المختبرات بالعالم، بيرجع بعد لك نفس الحكاية اللي قاله من 11 سنة. طيب فإذا وين المشكلة؟ المشكلة بآلية اتخاذ القرار، مين بيتاخذ القرار؟ يعني عندك سلطة بدك تعرف هلأ، يعني أنا بتمنى عليك أنت تحمل الرأي العلمي من علماء لبنان وتروح لعند السلطة تسألهم ليش ما عندكم مركز متطور يقدر يعالج هاي المسألة بطريقة علمية، طريقة بتبشر بالخير. يعني هناك كثير تفاؤل مش بس بموضوع الجيولوجيا وتوقع الزلازل، بكثير حقول علمية هناك تفاؤل بموضوع الذكاء الاصطناعي. بعتقد شات جي بي تي هلا صار ضجة كلها حوله، اللي كان بيتابع الذكاء الاصطناعي ما بيشوفها انه والله مفاجأة كانت شات جي بي تي. مش هناك بقول لك بالسنين اللي جاي هلا لح تسمع خبر مفادحه أنه أحد المراكز الجيوفيزيائية استطاعت أن تتوقع زلزال وتم تحييد مئات ألاف إنقاذ مئات ألاف من العالم. توقع هذا الخبر بنشر الأخبار بغضون سنوات، أين نحن من ذلك؟ اسألوا لهذا السياسي أو لهذا صاحب القرار ورفعوا الصوت العلمي للناس تسمع، على الأقل الناس تروح لعند ممثلين بالبرلمان وتسألوا للنائب تبعه شو عم تعمل لي، غير قصة انه مع السلطة ولا مع الثورة، كله اللي مع الثورة واللي مع السلطة شو عم تعملوا لا تحمونا من موضوع الزلازل علميا. دفاع المدن، خطط اللي موجودة شو هي، هيدي سبق وحكيناها كثير على التلفزيون. هلا بتقلي شو انجزوا من نمو، هلا هو من المحبط جدا إعادة تكرار يعني نفس التحذير إلى حين أن تقع الواقعة. بدك تسمح لي أستاذ مجدي بس يعني سؤال أستاذ منير، لأنه ذكرت تعبير بيسوى واحد يتوقف عنده وأيضا ربطه بالاتصال، حكي الأستاذ مجدي على أنه هناك إجراءات بتنعمل وبيبقى في خيارات على أساس هذه الخيارات يعني يتم تفادي الكارثة أو يتم التعامل معه وفق معين. مع فارق المقارنة بين الحالتين، يعني إحنا عم نحكي عن كارثة طبيعية بالموضوع الاقتصادي والمالي، عم نحكي عن كارثة مان ميد مثل من صنع الرجل. لما ما يكون في عندك اهتمام أو حتى رغبة بأنك تنشئ أنت وسائل لتفادي أزمة ممكن أن تحصل، دهش هذا الشيء بيشبه ما حصل فيما يتعلق بالخيار اللي تم اتخاذه بعدم مواجهة الأزمة المالية بأي سبل من بأي وسيلة ممكنة. لا طبعا لازم نعرف انه حسب يعني توصيف البنك الدولي بتقرير طويل جدا ومفصل، انه اللي حصل من التسعينات لليوم هو نهب منظم للموارد وبما فيها الموارد الطبيعية. يعني بلد مثلا مثل لبنان يفترض غني بالمياه مثلا، في سوء إدارة للمياه بشكل مخيف والناس بتعبي بالستان
بلد ما قدر يجيب كهرباء ولا آخره. فبالتالي المشكلة بلبنان هي مشكلة الإدارة، كيفية إدارة هذه الموارد. يعني أبسط الخدمات العامة مش قادرين عليها، فما بالك بموضوع معقد مثل توقع كوارث طبيعية وأخذ احتياطات واستثمارات تحوطية مسبقة ما حدا بيعتبر انه إلها جدوى. يعني مش عم يستثمروا بالمباشر والآن، فكيف بدك يستثمروا تحوطا استباقيا فيما خص الزلازل ويعني تسونامي وغيرها؟ لا، هذا العقل اللي موجود ابعد ما يكون عن التوقع وابعد ما يكون عن انه يعمل شيء تحوطي. فبالتالي يعني نحن الخبراء عم يحكوا ويحذروا من 10 سنين ومن 11 سنة، وطبعا لبنان معروف انه على فالق يعني ولا آخره. وحتى كان في تحذيرات مالية واقتصادية على إمكانية اندلاع الأزمة الأدنى نفسها. مثلاً الحد الأدنى مثلاً أنك تعمل مواصفات بناء مقاومة نسبياً للزلازل مش معمولة ومتروكة مثلاً التعديات. يعني نظام معمول أنه يترك لك تعمل تعديات بالبناء وبالمخلفات وإلى آخره، وآخر همه أنه إذا كان بده يفرض عليك مواصفات بنائية معمارية تواجه الزلازل أو غيره. أستاذ مجدي، يعني ولو هذا سؤال يعني العلماء أول شيء ما في إمكانية للجواب الحاسم عليه بخلاف الاقتصاد والمال، بس أنه اسمح لي أسألك مجموعة من الأسئلة عم تتوارد على أذهان اللبنانيين يعني ربطا بالصدمة اللي تلقوها. عم ينحكى عن إمكانية حصول تسونامي نتيجة هذا الزلزال اللي مركزه مثل ما ذكرنا بتركيا. يعني بس تطمينه، ما بعرف حتى إذا في ضرورة للتطمين، ولكن على كثرة الإشاعات وعلى كثرة الأخبار المزيفة في العالم بتزيد صدمتها وأيضا بزيد خوفها. هل هناك إمكانية لحصول ذلك؟ مركز الزلازل عم بيكون على اليابسة مش بالبحر، بيعمل سونامي إذا بيكون الزلزال مركز الزلزال بالبحر، من هنيك ببلش السونامي. فلا، ما في سونامي أبدا. يعني أوكي بفهم الفيك نيوز، بس إنه في منطق، السونامي بده يصير بالبحر. نقطة الزلزال إذا بدك عم تطلع صوب البحر هي على يمين لبنان لفوق شوي صوب الحدود السورية، فمستحيل انه هو يسبب الا اذا الفوالق الموجوده بالبحر تسببت بزلزال. هلا هل نحن بنعرف اذا الفوالق بتتسبب بزلزال؟ بعتقد الجواب لا. ليش ما بنعرف؟ لانه ما قررنا نعرف. يعني ما عندنا مركز نجي نقول لمجموعه علماء شو عندكم بيانات، شو عم يطلع معكم بالنماذج اللي عم تشتغلوا عليها. بقول لك يمكن في امكانيه يمكن ما في امكانيه، بس بالحاله نحن فيها هلا ما بتعرف. تخيل بعد 11 سنة من الحكي بالموضوع توصل انك تقول ما بعرف، وبعد 11 سنة كمان رح ترجع تعمل انت واحد من زملائك تعمل برنامج اذا بعدني عايش هيك خطير، بيجي بدقن هيك وبيجي بقول لك وين صرنا. بعدنا ما طرحنا، يعني ما حيتغير شيء، انا متأكد ما رح يتغير شيء. طيب العالم تبحث دائما عن الأمل، وربما حتى ممكن تروح بعيدا حتى أن تقتنع بالوهم كرمال ما تفقد الأمل. بالتحقيق اللي شفناه اللي معمول من 11 سنة بيحكي عن فترات زمنية ولو هي طويلة جدا، ولما تكون طويلة هالقد العالم ما بتعتل هم إمكانية حصولها إلى حين أن تحصل. في حال سألك أحدهم يعني هل هناك داعي للهلع بإمكانية حصول هذا الشيء مجددا، الجواب شو بيكون؟ وأيضا يعني إذا نحكي من 1500 سنة فينا نحكي عن آخر مرة صارت كارثة شبيهة وهو بالتاريخ الحديث عام 56. تكون صادق مع الناس إنهم ما بعرف، لا هلع ولا تفك، يعني لا تشاؤم ولا تفك، ما بنعرف، ما عندنا معلومات، الداتا أساسا غير متوافرة. في دراسات انعملت على فالق البحر الميت وحطوا الجي بي اسات، كان في بيانات من لبنان بعتقد اكثر من واحد تذكر منهم دكتور محمد خولي. انت بحاجه لبيانات دائمه. يعني اذا اليوم بدك تقول له للذكاء الاصطناعي اشترح لي معجزه، خليني مرق لك معجزه مرقها بالفتره ديب مايند تبع جوجل، قدروا يكتشفوا 20,000 بروتين منهم موجودين بالطبيعه، ليك وين صاروا البشر. يعني عملوا شيء مستحيل بعلوم البيولوجيا، صعب عليهم انه بهالسنتين ثلاثه يعملوا مستحيل بتوقع الزلازل. الجواب لا، لانه بلوس ألمس عم بيقول لك نجحنا بمختبر، هلا عم نطور قدراتنا. طب ليش نحن ما بنعملها؟ لانه في مليونين 3 مليون دولار منهم متوفرين. قديش في مال مهدور بالبلد؟ بالمليارات.
ما قدرتوا تلاقي 3 مليون او 4 مليون لتحموا 5 6 مليون لبناني. فاذا مثل ما تفضل ضيفك الكريم وقال سوء الاداره، في شيء اكثر من سوء الاداره، والشعب اللبناني كله بيعرف يعني. من شان هيك اذا بلشت بوادر ايجابيه تشوفها بغير قرارات مصيريه يعني تتعلق بحياه اللبنانيين، اذا لقيت بوادر ايجابيه ممكن تامل يوم من الايام انه هيدا الانسان اللي صار عنده ضمير وبده يقود مجتمعه نحو الافضل بيجي بيقول لك تعال نعمل مركز لا نتوقع الزلازل ونحمي اولادنا ونحمي اطفالنا ونحمي مدارسنا ونحمي جامعاتنا. انت متخيل اذا اجى زلزال الساعه 9 الصبح كل اولادنا بالمدارس وبالجامعات شو بصير؟ بتكون قضيت على مستقبل لبنان، ما بيعود في مستقبل. بالتالي هيدي السفينه اللي عم يتقاتلوا كلهم مين بده يقودها، راحت السفينه. فيا ريت بس وقف الضمير يقولوا بدنا نشتغل بهذا الموضوع، عندنا نوابغ بلبنان، عندنا شركات ذكاء اصطناعي نوابغ، يعني عندهم عشرات الاف الشباب اللبناني عم بيوفروا لهم عمل بلبنان هون بالفريش دولار. طيب هون نوابغ اللبنانيين بيقدروا يتضافروا مع بعضهم ويعملوا اهم مركز لتوقع الزلازل، وما في شيء بيوقفنا. الامريكاني مش احسن منك، الفرنساوي مش احسن منك، ما انت روح لعنده للامريكاني، مين كان عم بيقود مختبر الدفع النفاذ جي بي ال؟ دكتور شارل عشي من لبنان، ومثله متايل يعني ما عندنا نقص بالعقول، عندنا نقص اذا بدك بالضمير. بدك قيادات يكون عندها ضمير وتكون عندها حس مسؤولية وتكون صادقة مع الشعوبة، مش مثل هذه الطريقة اللي قادونا فيها ووصلونا لبلد يعني بلد كوارث. يعني خليني أقول لك هلا بعد ما أسكر معك أنا بدي أمر لعن جيراننا أطمن على جارتي اللي ما سرطان وما معها حق دواء وما عندها الدواء. يعني هاي حياة بده يعيشها إنسان ببلد، هيك بصير الإنسان. طبعاً نفس الحالة هاي عم بيجيني هي اللي عم بتواجهك هلأ بالزلازل. عم بيجيني بعض التعليقات اللي قد تعتبر ما تقوله هو نوع من إثارة الهلع غير الضروري، يعني في ظل الأزمة ويعني عدم يعني بعدها مش ما انتهت إلى حد ما، العالم خايفاني إنه ما انتهت. لما حدا ممكن يعتبر إنك أنت عم بتبث حالة من الهلع، شو ممكن يكون ردك البسيط على هذا الاتهام بين مزدوجين؟ أنا أول شيء قلت لك ما بعرف، يعني أفضل جواب أعطيك إياه إنه نحن ما بنعرف. أنا عم أدعو الدولة تعمل لي مركز حتى نصير نعرف. القصة مش قصة هلع أو مش هلع، القصة عندك خطر زلازل من زمان بنعرف هذا الموضوع موجود، كيف بتواجهوا لها الخطر بقصص علمية بطريقة علمية بتمشي فيه. هل قد حجم الخبرية؟ استاذ مجدي سعد رئيس تحرير مجله علم وعالم، انا بدي اشكرك على هذه المداخله على امل يعني انه يصير في عندنا مراكز تستبق هذه الكوارث وعلى ان لا تحصل الكوارث حتى من اساسها، ولكن هذا يعني شيء لا يمكن التحكم فيه. بدي اشكرك مجددا على هذه المداخله ويعني استكمل الحوار مع ضيفي في الاستوديو رئيس قسم الاقتصاد في صحيفه نداء الوطن. تاخرنا عليك استاذ منير، ولكن الحدث فرض نفسه. حكي اكثر يعني حكي عن الاستاذ مجدي سعد انه هناك أساليب علمية كافية جدا للتنبؤ أو للوقاية من هذه الكوارث. صار شيء شبيه منا فيما يتعلق بعلم، ولو هو مش علم بحث وهو علم الاقتصاد، بأن هناك كانت تحذيرات متتالية من إمكانية حصول هذا الانهيار، وعلى الرغم من هذه التحذيرات في خيار اتخذ بأنه المخاطرة بحصوله. هل نحن لازلنا أمام إمكانية أخذ خيارات للخروج من الأزمة، أو خلص نحن صرنا في القاع ولا يمكن الخروج منه؟ أول شيء اللي هن سببوا بالأزمة بعدهم موجودين، اللي كنا عم نحكي شوي من شوي عن الكوارث الطبيعية وأنظمة الإنذار المبكر اللي حصل فيها تطور حول العالم. كان في أنظمة إنذار مبكر فيما يتعلق بأزمتنا المالية؟ أكيد، لأنه سنة 2008 أو 2009 ببازل المؤسسة الخاصة بنظام المال العالمي طلبت حول العالم شيء بسموه ستريس تيست، حطت سيناريوهات اختبارات الضغط على البنوك، نوع من المحاكاة. نعم، من أسوأ سيناريو للمتوسط للضعيف،
وطلبت طبعا هذا شيء اختياري، ولكن اي نظام مالي بالعالم بده يكون محافظ نسبيا على حاله، لازم كان يعتمد أنظمة اختبارات الضغط اللي حطتها انحطت بعد أزمة 2008 العالمية. وبتذكر انه مصرف لبنان اصدر جملة تعميم من بعد 2008 ذات علاقة نظريا بكيفية إجراء اختبارات ضغط على البنوك لمعرفة ما إذا كانت يعني تستوعب الصدمات أو لا، وكانت دائما النتائج تظهر كاذبة على الدوام، أنه بنوك لبنان قادرة على استيعاب الصدمات، صدمات السيولة، صدمات الملاءة، صدمات الخارجية إلى آخره إلى آخره. كان دائما حتى عشية الأزمة كانت تظهر أنه بنوك لبنان عندها ملاءة، أنه هي تجاوزت نسب الملاءة المفروضة عالميا من قبل لجنة باذل إلى آخره إلى آخره. فبالتالي نحن كنا عايشين كذبة كبيرة. كان في شكل من أشكال أنظمة الإنذار المبكر على مستوى الجهات الرقابية والناظم الرقابي أو مصرف لبنان، ولكن عمليا لم يكن هناك من حقيقة لأي ما وصلنا إليه من حيث التوقع. بمعنى كانت في صحافة عم تكتب، كان في محللين عم بيحذروا، ولكن كان الرأي العام غالبا مأخوذ بموجة السكر بين المزدوجين اللي كنا عايشين فيها إلى أن وقعت الكارثة. فإذن في مشكلة على مستويين، مشكلة أنه الأنظمة الإنذار المبكر المالية لم تكن تعمل، لبل كانت معطلة، طفوها حتى يطلعوا صور وردية لزوم البونزي سكيم. بكل بساطة دائما كانوا يطلعوا صورة وردية حتى يبقى تدفقات جاية على المخطط الهرمي الاحتيالي على النظام المصرفي، ثم يتم شفط هذه الأموال إلى مكان آخر أو استخدامات أخرى. فهذا كان فشل يعني كبير. هلأ اليوم صرنا بهذه الحالة اللي نحن فيها، اللي كانوا سبب الأزمة بعضهم موجودين، أو يعني أسباب الأزمة والمتسببين تقريبا هن بعدهم موجودين بسدة القرار النقدي والمصرفي طبعا والسياسي إلى حد كبير. شو بتتوقع منهم؟ أنا برأيي مش لازم توقع منهم شيء مهم، لأنه على الأقل بهاليومين ثلاثة تسرب كلام من صندوق النقد الدولي يفيد أنه يعني لبنان سوف ينغمس أكثر بمشاكله مع هذه العقلية السائدة. ذكرت مسألة مرتبطة حتى بأنظمة التحذير اللي كانت تتحدث عن أنه هناك مشكلة ملاءة في البنوك. نعم. قبل وقوع الأزمة مؤخرا كان في لك مقابلة مع يعني المنسق الفرنسي بيير دوكان، وذكر نفس المسألة بعد الأزمة هناك حجة تقدم دائما من المصارف أنه هي ما عندها مشكلة ملاءة لكن عندها مشكلة سيولة. بعد 3 سنين على هذه. نعم. الأزمة شو تم يعني كيف تم إعادة تأكيد المؤكد؟ أول شيء الملاءة والسيولة خلينا بس نفصلهم بشكل مبسط، شو الفرق بيناتهم؟ في نسب من السيولة لازم تكون موجودة بالنظام المصرفي يعني تحسبا لهجمة من المودعين. مش عم نحكي عن الهجمة الكبيرة، عن هجمة نسبية. فهذه معدل السيولة لازم يكون موجود بتراوح بين 10-30% من إجمالي الودائع حسب التطبيقات وحسب الدول. فبالتالي كان لازم يكون فيه بالبنوك نسبة سيولة عالية نسبيا توقعا لهجمة على الودائع. عشية 17 تشرين كانت نسبة السيولة 7% بس، بمعنى من كل 100 دولار انت حطيتهم بالبنك لم يبقى إلا 7 دولارات، وسبع دولارات انت ما لك الحصة الكبيرة فيهم، الحصة الكبيرة راحت للنافذين اللي هربوا أموالهم لبر. فإذا كان أول مؤشر كارثي اتضح انه الهيئات الرقابية لم تتنبأ له. نحن عادة بنركز على مصرف لبنان، ولكن انا اوجه اليوم الاتهام للجنة الرقابة على المصارف اللي هي معنية مباشرة ان تراقب معدلات السيولة والملاءة يوم بيوم. تخيل مش شهر بشهر ولا اسبوع باسبوع، تراقب معدلات السيولة والملاءة يوم بيوم. ورئيس لجنتها مباشرة سمير حمود اللي عم ينظر علينا على التلفزيون اليوم كان هو أحد أركان أو رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وطلع بمقابلة من سنتين قال كنا نعلم وكنا عارفين أنه السيستم رايح أنه يفوت بالحيط، وطبعا قالنا إياها بعد سنتين يعني. فما بعرف شو استفدنا منه وقت اللي كان بلجنة الرقابة، وشو استفدنا منه وقت اللي عم بينظر علينا هلأ. هذه نسبة الملاءة السيولة. نسبة الملاءة طبعا هي حسبة معقدة، ولكن العلاقة برأس المال بالاحتياطات بالموجودات إلى آخره إلى آخره. فاليوم إذا كانوا عم يدعوا أنه هن عندهم أزمة سيولة فقط
وليس هناك أزمة ملاءة بمعادلة بسيطة غير قابلة للتحقق ولكنها نظرية وافتراضية. إذا جينا بدنا نصفي كل البنوك اليوم تصفية افتراضا يعني، إذا بدنا نصفيهم نبيعهم ونشوف ما يبقى من موجودات وما تبقى من أموال لحتى نسد المدعين، ما فيك تلاقي أكثر من 25-26%. وبالتالي اليوم إذا صفيت كل البنوك وجيت بدك ترد للمدعين ما عندك إلا 25% من 100 مليار، وبالتالي هذا بيعني إنه ما في ملاءة. وقت اللي بقول لك أنا ما عندي سيولة بس عندي ملاءة مش صحيح. استاذ موني، بدي استكمل النقاش معك تحديدا في الزياره الاخيره التي حصلت من قبل بعض النواب، عم نحكي عن نائب رئيس المجلس الياس ابو صعب وعدد من النواب مارك ضو ياسين وايضا النائب نعمة فرين. بس بدك تسمح لي انتقل عند الزميله روبا الفرين من الجامعه الامريكيه في بيروت مع يعني الباحث في علم الجيولوجيا والاستاذ الجامعي توني نمر. لا نعرف اول شيء اذا هناك امكانيه لتطمين اللبنانيين عن امكانيه ما يمكن ان يعني يحصل بعد هذا الزلزال. تفضلي روبا. نعم آدم، يعني بعد الهزة الأرضية القوية اللي عاشها لبنان اليوم في أسئلة كثيرة عم تنطرح من قبل المواطنين، وأهمها هل في داعي للهلع؟ هل لبنان بخطر نتيجة وقوع لبنان على فوالق خطيرة؟ لنعرف كل هذه التفاصيل إلى جانب الدكتور توني نمر. دكتور خبرنا بداية، هل من داعي للهلع؟ وأكثر خبرنا روبا إذا عم تسمعيني، هناك مشكلة بالصوت. نحكي مقاربة علمية هي أنه نحن منطقتنا شرق المتوسط معروفة عنا منطقة زلزالية، سو عبر التاريخ مرق علينا كتير زلازل بضخامة الزلزال اللي شفناه اليوم بتركيا بجنوب تركيا. سو نحن ليش عم أقول هيك؟ لأنه نحن عنا الصفيحة العربية وعنا الصفيحة الأفريقية وعنا الصفيحة الأناضولية. سو الصفيحة العربية هي عم تصطدم طلوع بالصفيحة الأوراسية وعم بتخلي الصفيحة الأناضولية تندفش صوب الغرب. هيدا طريقة الدفش اللي عم بتصير خلت اليوم عنا زلزال الفجر يصير على الفالق الأناضول الشرقي يلي هو بيحد الصفيحة الأناضولية من ميلة الجنوب، مثل ما شايفين ميلة الجنوب الشرقي، وبالتالي صار عنا هيدا الزلزال القوي 7.7. هل انه هيدا الزلزال هو صار على خط الفوالق يلي مارق عنا بشرق المتوسط وبلبنان؟ صار تقريبا بمنطقة الالتقاء بين فالق الأناضول الشرقي وفالق البحر الميت يلي هو بيمرق عنا بلبنان. سو عمليا الضغط تبع فالق الأناضول الشرقي خف نتيجة هيدا الزلزال، واجا الزلزال بعد الظهر كمان شمال الزلزال الأول بمعدل 7.5 درجة تبعه، وخلت يصير عنا تنفيس زيادة. هلأ اليوم لاحظنا مثلا حركة زلزالية ناشطة بلبنان من الزلازل الخفيفة اللي هي شغلة منيحة من ناحية أنه تنفيس الضغط عبر الفوالق عم بيصير، ولكن عم بيصير على مهله. هيدي شغلة نحن بالعكس منلاقيها إيجابية، أنه التنفيس عم بيصير بطريقة خفيفة مش كله سوا ضرب واحد مثل ما صار فوق بتركيا. من هيدي الناحية هل أنه في داعي للخوف أو عدم الخوف؟ ياريت العلم الزلازل بيخلينا نقول إذا أي متى بدنا نتوقع أو أي متى لازم نخاف أكتر من الوقت التاني. اللي منعرفه اللي موجود بين إيدينا بيقلنا أنه نحن بمنطقة زلزالية، زلازل عم بتصير إن شاء الله تضل تصير على الخفيف. الزلزال اللي صار بتركيا هو بعيد عنا شوي بحدود 300 كيلومتر، ومبدئيا هلا التنفيس عم بيصير فوق، وكل شيء فينا نقوله انه ان شاء الله نتمنى انه يضل التنفيس بعيد وعنا يضل التنفيس على الخفيف. دكتور كنت حضرتك من شوي عم تشرح لي عن الفوالق، يعني عم بيقولوا انه الله يسترنا من الفوالق يلي ممكن تصير بلبنان، شو هن الفوالق دكتور؟ هيدا الخط الاخضر يلي راسمه هو فالق البحر الميت يلي بيمتد من خليج العقبه لجنوب تركيا مثل ما مبين، ويلي هو بيتصل بالفالق
تبع زلزال اليوم. سولفالي عمليا هو انكسار بقشرة الأرض، هو حدود بين صفيحتين، يعني عنا هيدي الصفيحة العربية بحدها من هون البحر الأحمر، نص البحر الأحمر بيرجع بيجي فالق تبعنا فالق البحر الميت، بيرجع بيجي من الشمال فالق الأناضول الشرقي، وبيجي من هون سلسلة جبال زاغروس بإيران. سو هودي كلهم هو حدود فوالق، يلي هي الطرف تبع الصفيحة يلي عبره بتتحرك الصفيحة بالنسبة لصفيحة تانية، وقت ما يصير هالتحرك بيصير الزلزال. يعني هل نحن لا سمح الله ممكن نشهد زلزال بقوة تركية؟ صار عنا قريدي نحن سنة 1202 زلزال بقوة 7.6 على هيدا الفالق اللي عم فرجيه، فالق البحر الميت، وتحديدا على فالق اليموني. سو تاريخيا نحن صاير عنا هيك زلازل، كما وأنه بتركيا صاير هيك زلازل. اللي منيح بالموضوع أنه هاي الزلازل ما بتصير كل يوم أو كل سنة أو كل 100 سنة، بتصير كل تقريبا 1000 سنة. نحن صار عنا آخر واحد من 800 سنة، سو منقول إن شاء الله في قدامنا هلأ وقت قبل ما يصير الزلزال الكبير مثل زلزال تركيا اليوم. بس نحن مش بمنقى، ما بدنا نقول نحن بمنقى، ولكن بدنا نعرف أنه طبيعتنا وجبالنا ودياننا يلي منتغنى فيها ما كان ممكن تتكون من دون وجود هالفوالق يلي بتكون التضاريس من خلال الزلازل يلي بتصير. هل قادرين نتوقع حصول زلزال أو لا؟ يعني مثل ما شفنا في خبير هولندي توقع من يومين أنه رح يصير في زلزال، هل قادرين نحن نعرف نكتشف هذا الشيء؟ علميا علم الزلازل ما بخلينا نتوقع إذا بده يصير في عنا زلزال أو لا. ما بعرف بأي إطار قدر يقدر هيدا الموضوع. أطول بعطي مثل أنا أنه إذا عنا مريض على فراشه، برغم من أنه الطب كتير مطور، الطب ما بخلينا نعرف أي متى بأي ساعة أو بأي نهار بده يموت المريض. بنفس الشيء نحن عنا تكنولوجيا، نحن مطورين من ناحية العلم الزلازل، ولكن ما فينا نعرف أي متى بده يصير الزلزال. سو المعطيات اللي عنده إياها بعد ما صح اللي طلع عليها وشوفها كيف قدر يقرب من هيدا الموضوع. يعني دكتور من حديثك نقدر نفهم انه نحن لبنان بخطر دائم من حدوث زلازل، يعني زلازل او هزات ارضيه. نعم، وعمليا كل يوم عم بيصيروا بس هزات خفيفه، وهيدا لحسن الحظ انه عم تكون خفيفه، ليكون تنفيس الضغوطات بباطن الارض بشكل خفيف وما عم بيصير تنفيس ضرب واحد مثل ما صار اليوم. والتسونامي كمان عم بيقولوا انه اليوم حصل ايضا تسونامي، صحيح؟ لا ما سمعت فيها. تسونامي لا تصير بدها يكون الزلزال مركزه بالبحر على فالق بحري. اليوم الزلزالين الكبار تبع تركيا اثنيناتهم صاروا على البر التركي، وبالتالي ما كان في خوف من التسونامي. شكرا لك. اكيد يعني ادم رح نكون في مزيد من التفاصيل بتقرير مفصل اكثر بالنشره المسائيه. شكرا لك ربا. اتابع الحلقه مع ضيف في الاستوديو استاذ منير يونس. مؤخرا صار في زياره لعدد من النواب الى صندوق النقد الدولي، وتسرب عن هذه الاجتماعات التي عقدت انه كان هناك محاوله لاقناع الصندوق بمقاربه مختلفه عن ما نص عليه الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. شو اللي صار تحديدا في هذه الاجتماعات، وما هو الجواب الذي تلقاه هؤلاء النواب؟ نعم، اول شيء لازم نعرف انه الاتفاق اللي وقع ب 8 نيسان السنه الماضيه اصبح في حاله موت سريري او في الكوما بالنسبه لجماعه صندوق النقد الدولي. مضى عليه اكثر من 10 شهور، وبالتالي كل المعطيات والمودل اللي بني عليه الاتفاق بالماليه العامه ونسب التضخم وسعر الصرف والى اخره أصبح مختلف تماما. وبالتالي اليوم بالنسبة للصندوق كان يعني لابد من أنه يقول هالشي من هذا القبيل للوفد النيابي. والوفد النيابي وقت اللي إجا يطالب بتعديلات خاصة بالاتفاق كان يعني ما يشبه عدم الفهم من جهتهم، لأنه الصندوق عادة بيتفاوض مع حكومة وما بيسمع كلام من النواب. النواب فيهم يقولوا اللي بدهم اياه، وفيهم يلتقوا مين مكان بالضبط، وفيهم حتى الصندوق النقد في اجتماع مجتمع مدني اذا بدك. وقت اللي اجوا تنطحوا الشباب وراحوا على صندوق النقد مفتكرين انه بتصير عرضات مثل ما بتصير عرضات هون، فبالتالي كانوا مخطئين، خصوصا يعني نائب رئيس مجلس النواب اللي يفترض انه اذا كان له كريدت ما بالترسيم البحري في يعدل بشروط صندوق النقد الدولي، ولكن سمع جواب اجوبه صادمه. خلاصتها شو هي الأجوبة الصادمة؟ أول شيء أنه هذا الاتفاق بحالة الموت السريري مضى عليه 10 شهور، وبالتالي أي تعديل لازم يحصل عليه أو
أصبح من الضرورة إجراء تعديلات عليه لجهة أنه يكون أشد على لبنان وليس لجهة أن يكون أكثر مرونة كما طالبوا النواب. ليش بده يكون أشد؟ لأنه مثل ما قلنا نسب التضخم زادت، سعر الصرف تدهور أكثر، أوضاع المالية العامة زادت سوءا إلى آخره إلى آخره. جملة الأرقام الأولية اللي بنيت عليها الاتفاق من 10 شهور لم تعد موجودة، وبالتالي أصبحت بحاجة لا تحديث، وهذا التحديث بيعني أنك لازم تفوت بتفاوض جديد. أي مرونة مطلوبة من الصندوق كما يطالب بعض النواب هي لازم تنطلب من الحكومة، ولكن عمليا الحكومة احتالت بشكل أو بآخر، لأنه أعطيك نموذج كيف عم يصير احتيال بين الحكومة وعدد من النواب. نأخذ مثلا مشروع قانون الانتظام المالي اللي هو عمليا توزيع الخسائر، يعني كيفية توزيع الخسائر، بعتوه على مجلس النواب عبر نائبين. نائبين هن نواب بيشتغلوا عند نجيب مئاتي، يعني مش انه الحكومة اللي بعتت المشروع القانون، انه بعتوه نواب اثنين. عمليا هو موضوع من الحكومة ومن مين هن النائبين او نائبين سابقين؟ نائبين لا المعروفين، يعني هن اللي حولوا مشروع القانون على مجلس النواب. هلا شو المشكلة الموجودة مع إذا بدك شوية تفاصيل عن شوية المشاكل؟ مثلا مشروع قانون الانتظام المالي اللي بوزع الخسائر بالنسبة للشباب أنه بدهم الدولة تتحمل ودائع، رد الودائع، فبالتالي الصندوق النقد بيقول لهم أنه موازنة الدولة اللي قائمة على أصول وموارد الدولة عليها إنفاق اجتماعي، أو الأوضاع متردية جدا، صحة وتعليم، عليها إنفاق استثماري على البنى التحتية والآخرية، والدولة مقبلة على اقتراض إضافي، فبالتالي بالميزانية عليك أقساط ثم فوائد، فبيجوا الشباب اليوم بدهم يزيدوا عليهم رد الودائع من الدولة. الأصح هو أنك تعمل تدقيق في بنية هذه الودائع لتعرف أنه قد يكون هناك، مش قد يكون هناك، أكيد ودائع فاسدة عم بيحوموا الشباب حتى يردوها لأصحابها واللي هي بمليارات الدولارات. يفترض أنه بدل ما يخففوا العبء عن الدولة رايحين يزيدوا العبء على الدولة ليردوا أموال فيها شبهات كتير، خصوصا يعني عند العدد من الودائع الكبيرة. هلا بالنسبة للسرية المصرفية كمان سمعوا كلام من صندوق النقد انه تزكيتوا كتير علينا مرة واثنين، ورجعتوا طلعتوا قانون غير مطابق للمعايير الدولية فيما خص ومشوه كشف السرية المصرفية، ابقيتوا على اعناق اختناق معينة بحيث انه ما حدا في يكشف السرية المصرفية بلبنان. وطبعا هيدا اتهام مباشر للي كل اللي قعدوا على هذا القانون، ليش عم يحطوا اعناق الاختناق وصولا لعدم كشف السرية. بالنسبة للمالية العامة كمان هناك انتقاد مباشر ليوسف الخليل انه ليس اصلاحيا البتة، لانه سبقوا كانوا اجتمعوا معه صندوق النقد الدولي ووجهوه باتجاه زيادة الايرادات من الاكثر قدرة ومن الاكثر اقتدارا، وعدم الاعتماد او عدم الاستسهال الضرائب اللي هي على العموم بسموها الضرائب العامية مثل التي في اي والرسوم والضرائب غير المباشر يعني. بالضبط. فكان سبقوا اجتمعوا معه من عدة اشهر حتى قبل اقرار موازنة 22، ووجهوه باتجاه انه يرفع الضرائب المباشرة على الارباح وعلى الشركات وعلى عائدات رأس المال، ولأنه بما أنه هو تلميذ رياض سلام وتلميذ المنظومة تحاشى أي زيادة ضرائب على رأس المال وعلى الشركات والأرباح، وراح على الاستسهال اللي هو زيادة الرسوم والضرائب على عموم الناس اللي هي بالدولار الجمركي والرسوم المختلفة. حتى الاقتراح اللي تم تقديمه واللي هو كان في انتقادات عليه كتير، ولكن يعني البعض رأى على أنه هو إصلاح ضريبي ضروري مرتبط بمن يتقاضى راتبه بالفريش دولار، تم التراجع عنه مباشرة وتم تخفيض كيفية احتساب هذا الدولار. نعم، هو شخص متردد يوسف خليل، وغير يعني مش بس أنه مش إصلاحي، متردد ومش عارف شو بده. هلأ المؤسف أنه بيقعد مع صندوق النقد الدولي وبيهز براسه وعمليا ما بيعمل شيء، وهلأ عمل لازم يكون أنجز تقريبا مشروع قانون 23 اللي لازم يكون فيه إصلاحات ضريبية جذرية بحيث أنه يتم تحميل الأعباء إلى الأكثر قدرة، مش الناس أو عموم الناس. متردد لأنه مش قادر يأخذ هيك قرار إصلاحي حقيقي جذري عميق، لأنه هو جزء من هذه الأوليغارشية أو تلميذ عندهم أو يعمل لصالحهم وينفذ أجندة أو غير قادر على مواجهته. هلأ بالنسبة للموضوع الأعقد اللي هو نحن قلنا هلأ أكثر من 3 سنين ونص بمشكلة هذا القطاع البنوك اللي هو قطاع بسموه زومبي، يعني لا فيك تقترض منه ولا فيك تودع فيه. شو وظيفة البنك؟ وظيفة البنك انك تقدر تودع فيه بأمان بطلت موجودة، وانك تقترض منه كمان بطلت موجودة. فلازم كان لابد من إعادة هيكلة سريعة للقطاع البنكي، وهذا ملقى على عاتق طبعا مصرف لبنان. نحن فتنا بالسنة الرابعة وليس نحن عايشين مع بنوك زومبي عم بتقص
عمولات مهبة ودب من الناس وعايشة وما بتعطيهم ودائع إلا بهركات بيوصل ل 85%. صندوق النقد عنده ملاحظة كتير عميقة بهذا الموضوع، أنكم كتير تأخرتوا بإصلاح القطاع البنوك، وبالتالي بالمشهد اللبناني شو عم نشوف؟ عم نشوف تعميم من مصرف لبنان انه روحوا قيموا شوية عقارات، زيدوا التقييمات حتى تعملوا وحطوا جزء منها برأس المال، وروحوا اجمعوا لي شوية سيولة 3% حطوا ومعكم مهلة 5 سنين. فبالتالي نحن يعني في خطين مش عم يلتقوا، اللي هو الإصلاح الحقيقي وما تريده المنظومة من بلان بي. حتى أقول لك بصريح العبارة، هذه المنظومة عندها بلان بي شغال على الأرض ولا تريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي إذا كان بالشروط الذي يعني يضعها الصندوق، بدهم اتفاق بشروطهم هم. إذا ما قدروا لو دراعوا على الصندوق، طبعا مش هيقدروا، إذا ما قدروا احتيلوا على الصندوق وأكيد مش هيقدروا، هيكفوا بالبلان بي الموجود. شو البلان بي الموجود؟ هو تذويب مزيد من الودائع على أسعار الـ 15,000، علما أنه السوق على 62,000، والاستمرار ب إبقاء هذه البنوك قائمة لأنه في مصالح متشابكة بين أصحاب البنوك والمنظومة السياسية، وأنه بيشتروا وقت إلى ما شاء الله على هذا النحو. فهذا يعني أسوأ ما يمكن أن نقوله للبنانيين، أنه ما في اتفاق قريب مع صندوق النقد ولا يبدو قريبا، وبلا بالعكس أنه حيضطر اللبناني يفوت بتفاوض جديد مع الصندوق وستكون الشروط أشد من السابق، وبالتالي اللي كانوا مترددين في شوي هلأ حيصيروا منعدمين الرغبة بعد فترة أنه يروحوا على الصندوق. اللي حيتطبق هو البلان بي، واللي هو حيجي على أصول الدولة وإيرادات أصول الدولة والمستمرة، البلان بي المستمرة من 3 سنين لحديت هلأ. سؤال أخير، بعرف تأخرنا عليك وعندك ارتباط، مؤخرا أو باليومين الأخيرين صار في حملة على صرافين الشرعيين وغير الشرعيين في محاولة لي يعني التحكم بارتفاع سعر الدولار، هل هيدا الشيء حصل شي مرة خلال هذه الأزمة وكيف كانت النتيجة وماذا تتوقع من هذه الحملة؟ حصلت مرتين، أول أزمة أنه عملوا هجمة على الصرافين وحتى أقفلوا صرافين بالشمع الأحمر، والنتيجة أنه ظل الدولار صاعد. الحملة الأسبوع الماضي اللي هي همروجة انعملت بين رياض سلامة وغسان عويدات ومسكوا مضاربين إلى آخره، مش عم دافع عنهم، شو صار بسعر الصرف بالسوق الموازية؟ ضلوا فوق 60,000. شو بيعني؟ شوف، عملنا دراسة هيك سريعة لمجريات تطور أسعار الصرف والمضاربة من بداية العام لليوم. المضاربين فيهم يلعبوا بسعر الصرف 5% ل10% فقط لا غير، صعودا وهبوطا. ما تنسى أنه المضارب كمان بيربح من الهبوط وبيربح من الصعود. هالمجموعة المضاربين فيهم يأثروا بسعر الصرف بالسوق الموازي من 5 إلى 10% صعودا وهبوطا، وفي مرات نادرة يمكن حصلت مرة أو مرتين لعبوا لحدود 20% ثم سرعان ما تراجعوا. فبالتالي يبقى 90% من العوامل السلبية المتفاقمة الأثر هي من خارج المضاربين، وليس المضاربين مش مسؤولين عنها. بمعنى آخر، إنه شو تغير اليوم بالمعادلة المصرفية؟ ماشي. شو تغير بمعادلة الإصلاحات؟ ماشي. شو تغير بمعادلة أنه تقدر تعطي أمل للناس ببكرة؟ ماشي. ليش عم أقول هيك؟ ما هو سعر الصرف يعكس جزئيا الثقة ببكرة. بمعنى إذا اليوم حصل بيج أنونس أنه إجا قال نجيب مئاتي بكرة بدي أعمل مؤتمر صحافي مع رئيس الصندوق ونعلن عن الاتفاق النهائي، وإجت السعودية قالت أنا بدي ساعد بإنقاذ لبنان، وإجت الدول الغرب وقالت أنا مستعدة بما أنه لبنان نفذ إصلاحات أنا مستعدة ساهم بإقراض أو منح، أكيد سعر الصرف بده يتحسن. هذا من كل هذا ما 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 عم بيصير شيء، وبيطلع إنه الحق على علي نمر الخليل ولا مش عارف مين، شيء بضحك يعني. فبالتالي ذر الرماد في العيون وليس أكثر، فمحاولة لتحميل هذه المسؤولية. مش بس ذر الرماد بالعيون، احتيال ونصب وتفنيس على الناس، وإنه هني عم ينقذونا من علي نمر الخليل. تخيل يا شو هالكذب هذا. رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة نداء الوطن أستاذ منير يونس، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة. بعرف في عندك متفقين نختم على 4:15، وطبعا سنكون في مواكبة مباشرة لهذا يعني تطورات هذا الزلزال والهزة الأرضية التي ضربت لبنان. بدي أشكرك أستاذ منير، ويعني أستكمل هذه الحلقة مع الزميلة زهراء فردون المتواجدة الآن في منطقة الأوزاعي. ما أعرف إذا جاهزة معنا زميلتنا زهر. فاصل ونتابع هذه المواكبة المباشرة.